إن محبة الرب يسوع لم تكن محبة عاطفية ولا محبة ارتجالية، بل كانت نورا كاشفا عن حقيقة نياته. هي مبنية على تصميم أزلي، وإن أزليتها خير ضمان لأبديتها. قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. تلك المحبة التي لا تعرف نهاية، لأنها أزلية لا بداية لها. بل أنت شفاءٌ
الأمان وسلامي منك ممنوح. فأذبني حبا بإيمان واجعلني إناء ممسوح. فيسوع أنت الأمان وسلامي منك ممنوح. قدسني واستر عيوبي يا دام الفادي المسكوب. طهرني من كل أثامي فرجايا يسوع المصلوب. قدسني واستر عيوبي يا دم الفادي المسكوب. طهرني من كل أثامي فرجايا يسوع المصلوب. فرجايا يسوع Thank you.
بعد ما كنت هالك وشريك، بعد ما كنت
We'll be right back.
صيادا فوق الصليب. يسوع من كان هناك مقيدا فوق الصليب ليرفع عني الهلاك احتمال العار المذيب. فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، رب
ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. لقد ضحى الرب بنفسه عن الرعية، تضحية اختيارية لا اضطرارية. إن رغبة الرب في تفهيم العالم مقدار كمال محبته وولائه للآب، هي التي تقدمت به إلى الصليب، وهي التي أوثقت يدي الرب، بل هي حبال محبته للآب وطاعته الكاملة له. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إن محبة الرب يسوع قد ضربت الرقم القياسي المعروف في سجل التاريخ البشري، لأنه أحبنا إذ ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. قلبك ورضي افرق لحياتك.
تأجل فرصة عمرك دي إيدي بتخبط على بابك لو تفتح له هيسكن قلبك وتوادع وياه أتعبك اوعى تأجل فرصة عمرك دي إيدي بتخبط على بابك لو تفتح له هيسكن قلبك وتوادع وياه نفسك كده بتأمني لو جيت له راح تخسر ايه ويا يسوع هتعيش متهني لو حطيت قلبك في ايديه اسأل نفسك كده بتأمني لو جيت له راح تخسر ايه ويا يسوع تعيش متهني لو حطيت قلبك في ايديه اهرب لحياتك وتعالى حلم يسوع مازال مفتوح حاسس بيه وعارف الحالة وهيش فيه من كل Oh,
طبيبي واثق في ايدك تداويني بجروحي جيت لك يا طبيبي واثق في ايدك تداويني محتاج ليك ما عندي فيك من غيرك يشفي لي انيني من غيرك يشفي لي انيني
مفكر.